طيب يا بس كذا اللعبة يا أوه. بسم الله. اوكي يعني هذا اللي يقصد بالرعب. وطف ايش هذا شاب؟ ثلاجة فيها الدم ولا ايش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زايد في لعبة بيرفكت فيرمن. طبعا شاب اللي شفت ان هذه بس كذا لعبة تكسر الاشياء بس هذا شباب، وهي رعب شاب، ما ادري كيف رعب انك تكسر الاشياء وخلاص، لكن بنشوف ايش المقصود بالرعب. وانا شباب تعرفوني اكره العاب الرعب، ولكن كمان يعني لعبه تكسر اشياء وين الرعب في الموضوع؟ انا حاسس انه ما في رعب يا شباب، عرفتوا؟ عموما شباب خلونا نوصل هذا الفيديو الى 10,000 لايك، ويلا شباب نبدا. كل شباب يلا بدينا، وغريب يعني ما في اوبننج ولا شيء. عموما شباب زي ما تشوفون كذا كان لعبه سوني 1، فانا والله ما ادري احب هذا الجرافكس عرفتوا؟ اوكي والله شاب كان غير متوقع يعني. عموما شاب اللعبة هي كالتالي، تشوف اي شيء يا حبيبي وتكسر وتكشير. نعم يا شباب هذه اللعبة، بس شباب هذه اللعبة انك تكسر اي شيء تشوفه قدامك، مو فعلا اي شيء يعني، بس انه فهمتوا. ايوه الله شفت كيف شاب، شعور جميل يا اخي ديم. طيب يا شباب بس كذا اللعبة يا أوه. بسم الله. اوكي يعني هذا اللي يقصد بالرعب. وطف ايش هذا شاب؟ ثلاجة فيها الدم ولا ايش؟ ولا الثلاجة كانت حية وانا قتلتها يعني؟ قتلت الثلاجة يا شباب، وش المكان اللي انا فيه؟ ولا الثلاجة بعد؟ اي وات؟ تف اوكي لا مو تفع يطلع كل هالدم او كل هالحمار يعني، الحمار كاني قلت حمار كذا مدري كيف. عموما شباب زي ما تشوفون انا والله والله شباب مدري مين اللي صنع هذه اللعبة، مدري مين اللي صنعها صراحة، اللعبة هذه صراحة يعني غريبة جدا. وانا ما ادري ليش قاعد العبها يعني. عمي مين اللي يبغى الغاز ومدري ايش؟ احلى شيء انك تلعب لعبه وتكسر الاشياء، يعني لو انت خلصت الامتحان وجاي كذا معصب وتبغى تطلع حرتك على المدرسه ولا اي شيء، ها هذه اللعبه موجوده عشان تخدم رغباتك، صح ولا لا؟ شوف كيف التكسير، اوه ماي جاد، كل بسببك الكرسي ما قدرت اجلس تمام واحل الامتحان بسهوله، فابلع وانت بعد ابلع وانت بعد ابلع وانت بعد ابلع، نعم كلكم ابلعوا، يا الخايشين يا الورعان يا كل شيء، وانت بعد ايش يا اوم مسوي نفسك كذا فوق بعضك يا بجي قلع، وانت بعد شو هذا يا اخوي؟ يا اخي والله شيء يخوف يا شباب. او ماي جاد. اكو شاب هناك في وقت، شو هذا؟ او مو وقت يعني، في رقم، الرقم هذا ايش بالضبط يعني؟ عدد الاشياء اللي لازم اكسرها يعني ولا كيف؟ يا اخي اوكي فهمت ايش يعني رعب، بس والله رعب حلو يا شباب ما بكذب، افضل من يجيك كذا يعني واو ولا شيء عرفتوا؟ يا رجال يجيك رعب انك تقتل اقسم بالله شباب سمعتوا صح ولا لا؟ سمعتوا كيف الصوت عالي كان؟ المشكله حاط سماعات يعني انتوا، انا ما ادري حتى يمكن اقل الصوت في المونتاج ولا شيء، عارنوا من الجد يا شباب كان صوت عالي، الجد انت الكمبيوتر حي ولا انت؟ ولا انت حي؟ وانت حي؟ انت حي؟ اوكي يا شباب ما اتوقع ان في اي حد حي ولا؟ هاي الباب تذكر يوم انت قفلت علي؟ حاولت اطلع منك ولكن ما قدرت يعني، انت كذا عانت تقول ما اريد افتح، فابلع يا المخيس، نعم وانت بعد ابلع، وانا مسوي نفسكم اجتماع ها؟ اجتماع ايش؟ اجتماع الكراسي؟ ايش هذا؟ ايش الاستعباط هذا ها؟ وهذا ايش بعد؟ اوه افضل مكان، او مو افضل مكان يعني مكان، اوكي يا شباب ما ادري ايش اريد اقول صراحه، ولكن اي هل في حد هنا ولا هنا ولا هنا؟ او ماي جاد والله شوف اللعبه هذه عارفين بس تكسير. المرحاض كان حي يا شباب، او ماي جاد الله يا اخي هذه اللعبه اللي سواه شاب في له شيء صراحه يعني. اوكي اتوقع شاب باقي شيء واحد صح ولا لا؟ وانا صراحه ما ادري وين هذا يعني. اوكي شاب انا كسرت كل شيء وما لقيت هذا الاخير، وصراحه ما ادري وين الاخير يعني. بسم الله الشر شكلي كسرته بالغلط، وهذا ايش؟ ارجع للاليفيتر عشان اي وات ليكون خلص لعبة عشان تحاول مجددا، ماذا تعني مجددا؟ اوكي شباب لاحظ اني انا قاعد العب في التلفزيون، ولكن هذا شاب يقول ارجع للاليفيتر، اوكي يلا ها برجع، طيب بعدين يا عمي ايش في يا اخوي؟ فجأة كذا يا اخي يجي شاب، والله معليش يعني انا ما احب الاشياء، اوكي خلاص ما تعودت ها؟ سوي مرة ثانية ولكن افضل، ما عليك. اوه المره اتوقع في اشياء زياده، ولا اني هنا اشوف في علامتين، اوكي نيفر مايند ما في اشياء زياده، اوكي من هذا الحين شباب؟ والله ما ادري لكن يلا، اوه شت شباب لاحظ انه في وقت، وات؟ ماذا تعني في وقت؟ اوكي شباب حلو اني حافظ بعض الاماكن يعني مثل هذه الثلاجه. ايوه اوكي شت شباب نسيت بعض الاشياء، شت لازم اتذكر يعني كمان من
ايوه حلو ايوه عليش عليه كلام ما ادري كيف جاب يا اخي شاب والله ما ادري ايش بيصير لو خلص الوقت احس راح يجلدني ولا لا شاب قرب يخلص الوقت يا اخي والله شاب خايف يصير شيء مايك تعرف شو تسوي ايوه اي بس رجعت حلو الحمد لله اوكي شاب راح اكسر وارجع اوكي لانه ما ادري حس راح يطول كذا ايوه حلو سويته هذه ليش يقول في اكثر من يعني مكان يحتاج تنظيف ما عليك انا موجود في الخدمه حبيبي يلا نرجع للاليفيتر ولا تزعل عطني يا اخي اشياء كثيره يا ابو الشاب اعرف انظف البنايه ما عليك اوكي المره شاب رجعت للذا ايوه وش السالفه يقول هالمره خاف بدون لعب سوي عملك شيت المره شاب في ايش ارجو شيء 90 ثانيه بالصور والله شاب لاحظ ان المكان تغير اوكي اي قش شاب راح نكسر مره ثانيه ايوه والكراش ذم اجلدهم ما عليك اوكي يلا جلدنا الكرسي الورع شاب وات حتى هذا مره ثانيه كرسي لاحظت شاب ان الكراش هي اللي يعني ماي جاد اوكي شاب انا اتوقع اني اكثر انسان محظوظ ولا لا اي شاب اوكي شاب راح اسوي يعني احزر فزر اينما والله شاب ما ادري انا اتوقع يا شباب هذا شيت طب هذا اوكي شيت شاب اسحب كلامي عن الحظ مو معاي انا اسف اوكي اكيد هنا صح ولا لا ايوه حلو باقي اخر واحد يلا يقول انتظرك قرب يخلص الوقت يا شباب هنا اكيد هنا الكرسي وات كيف وات تتوقع سويت على اخر ثانية بس هذا شو كان فينا الدم هذا شاب هذا طول اكثر من اللازم احتاجك تعمل بسرعة يا اخي كمان يا صن والله ديم شاب اوكي انا يعني اسحب كلامي مرة ثانية على اني مو محظوظ بالعكس الحمد لله شوف شفت الصار على اخر ثانية كسرته ماي جاد اوكي يلا عطنا يا مدير واحد ثاني اوكي يقول يا عمي خلني اعمل الجن كل شوي يجيب لي هذا تشويش شاب بعد مدير كل شيء مقلوب والطحين ايش ذا يا حبيبي الحين كيف اعرف الاشياء او لا هذه شاب نفس هذيك الغرفه الاولى لكن معكوسه اذكياء والله حلوه اوكي بس المشكله شاب ناسي يعني بعض الاماكن هذه المشكله ولكن شول قلت اوكي اتوقع احد الكراسي كان ورع صح ايوه باقي الحمام تعال يا الحمام انت لا هذا مو حمام شوب ايوه هذا حمام تعال شو نفسك تهرب عارف مكانك انت هنا انت ابلع هذا شوب شو فيه هذا انا الحين يوم اضربه هو يتدمج ولا كيف فقط اذهب احل مره ما قال لي روح الاليفيتر قال لي كذا روح معصب كنا اوكي يلا ادينا اللي بعده ايوه احس المره يا ساتر شوب والله حسبته وجه اوكي ايش هذا شباب؟ ايش السالفة؟ اما يا حبيبي ماي جاد المرة في اثنين يا ساتر يا كذا صعب يا اخي ار يو سيريس يا مان بس هذه شاب كان الغرفة هذيك ولا ايش ايوه بس هذا ليه كذا يطلع فيه دم؟ اكيد شاب كل ما اكسر هذول يعني هو يتدمر صح؟ واللي يمكن هذا هو الاساس صح ولا؟ ماي جاد شكله شاب هو الاساس اذا هو الاساس ليش يريدني اكسره يعني يمكن يباني اقتله يعني ولا ايش؟ لا يا اخي باقي اربعة كمان مان ايوه شاب صصي واو وش السالفة ايوه الاغنية شاب تغيرت مايك تعرف شو تسوي واو وش ذا وش هذا شباب انا دائما اكره امي اعيش في خوف اني اكون نفسها يا ايش يا لها من يعني كوميديا مدري ايش يا اخي والله شوف ما اقدر اقرا يا اخي شوف والله ما ادري ايش يقول هذا صراحه ولكن اللي لاحظت اني كل ما اكسر هذا هو يموت يا شباب او شيء كذا يعني بس ان هذا شوف ما ادري ايش يقول صراحه يا ساتر ايش اللي قاعد يصير والله شوف ما اعرف ايش اللي قاعد يصير الوضع مقلوب ايوه وش صار بعد ايوه اذا كان عندي وقت اكثر ايوه ايش هذا بعد شباب الو شاب وش هذا؟ مايك تعرف شو تسوي ها؟ ايش هذا شباب؟ ايش اللي قاعد يصير؟ انا شاب داخل جسم هذاك ولا ايش؟ والله شاب ما ادري لكن ماي جاد اللي عرف اني شاب قاعد اضرب العدو او مو العدو الصر رجعنا ولا السالفة؟ انا الحين شوف في المستشفى ولا ايش؟ ايوه والله شوف قاعد اسمع
قاعد اسمع صوت شباب. مدير شير شير رجاء نجلس، نحتاج نتكلم عن الاختبار، لازم يكون في حادثة. هذا راح ينتظر، لا هذا راح ينتظر، في ناس يموتون، انت اللي تموت، هذا اللي خفناه. اي ايش مكتوب؟ ذا كانسر، السرطان اللي هذا. يا اخي والله ما اقدر اقرا كذا، لازم اروح راح نعالج هذا السرطان. اذا كان البنكرياس حقك والوحده، يا اخي والله شو ما اعرف، راح اوقف واقرا بعدين هذا اترجم. اوكي اوكي شو بتوقع، عرفت ان السرطان حقك كذا ما يخليه يتوقع، او مو سرطان، لا عنده مشكلة في البنكرياس ما يخليه كذا يروح العمل أو شيء كذا يعني. والله شباب ما فهمت الكامل، لأنه كان سريع مرة شباب، أكيد شباب كان فيه له معنى عميق، بس إنه ما عرفه يعني. اللي لعب اللعبة معنا ما توقع حد لعب، بس يعني يقول في الكومنتات. أوكي عموما شباب، هذه كانت لعبة بيرفكت فيرمن، كانت لعبة يعني بيرفكت، أو لا مو بيرفكت، كانت لعبة حلوة صراحة ما بكذب، لعبة كذا خفيفة يعني ولها معنى عميق، لكن أنا حمار شباب ما فهمت. يعني عشان تلومون شباب، لوموا المطورين يعني، المفروض يكون في تكست انك كذا يعني تضغط بعدين يمشي الكلام، اشوف كذا احسن يعني. عموما شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات لكل جديد. كمام زايد وسيا.